ركز معي انتو يا هذي الله يعزكم يجلكم دورة مياه تمام؟ انا جالس مع اخوياي جالس اكلت شيء وسبب لي مقص والله يكرمكم طلع عليه بس اذن اوضي برا هنا في المغسله دي الخارجيه يعني ما ادخل هنا اغسل من تحت حلوين جالس مع اخوياي شربت مويه شاهي سوائل وانا اسولف معهم باقي ما اذن دخلت دورة مياه الله يعزكم يكرمكم ثم انغسلت من تحت تمام ثم رحت جلست مع اخوياي ثم اذن الله اكبر ما ادخل هنا ما راح ادخل دورة المياه لا خلاص انا طاهر اوضي هنا بس برا وراح اصلي ما امسك واسوي زحمه فهمتم الان هذا مفصل يعني ما يحتاج تخش دورة المياه الله يحفظنا واياكم